أن ينتهي الوقت خذ 3 وصايا في ليلة القدر. الأول، منذ أن يدخل الشهر وأنت تسأل ربك أن يوفقك لقيام ليلة القدر. الأمر الثاني، لا تفوتك صلاة العشاء والفجر جماعة في ليالي رمضان كلها وفي العشر الأواخر أولى، صلاة العشاء والفجر، لأن من ضيع الأصل لن ينتفع بشيء، العشاء والفجر. ثم قم ولو يسيرا من الليل، ولو يسيرا من الليل في الشهر كله وفي العشر الأواخر أكثر. وقل، يعني احنا قلنا في الأول تستعد من بعد صلاة العصر، أحدث في نفسك رغبة أنك تنتظر رحمة الله بك أن يوفقك لقيام ليلة القدر. كن حالك كحال من يطرق بابا يرجو أن يفتح. قالت أم المؤمنين: يا رسول الله، علمت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أرجو الله أن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.